انت جوز بنتي. انا حامل يا عمر. انا قالوا لي ان انا مستحيل اخلف. فيروز حامل. حامل وعايزة تلمسنيش من 3 سنين. خير يا فيروز؟ في ايه؟ انا حامل يا عمر. حامل وعايزة تلمسنيش من 3 سنين. كل التحاليل بتقول ان انا مستحيل احمل. ازاي ده حصل؟ مش عارفة، بقالي 20 سنة بحلم باليوم ده. ما كنتش اتخيل ان يوم ما يحصل عقاب. رد على تليفونك. دي مريم طيرتنا كمان شوية. مسافرين؟ طيب خلاص معلش، روح لها انت وانا هتصرف. لا طبعا، اكيد مش هسيبك في الموقف ده. اهدي اهدي وخلينا نشوف هنعمل ايه. أنا قالوا لي إن أنا مستحيل أخلف. ده كلام مش صحيح، لأن القنوات مفيش فيها أي مشكلة ومعدلات التبويض ممتازة. هو أنت مين اللي قالك كده؟ عزت. طيب إحنا متشكرين جدا يا دكتور. العفو يا فندم، شرفتوني. تستأذن. شرفتوني، اتفضلوا. يلا. اتفضل يا فندم. اتفضلوا. شرفتونا. سبينا عربي. معلش يا دكتور، استفسار اخير. تحت امرك، اتفضل. هو مش في حاجات ممكن تتاخد تنزل الحمل؟ اه كان في، بس ناو اتس تو ليت. مبروك مدام مريم حامل. انت بتتكلم بجد؟ امال بهزار؟ حضرتك هتبقى دي يا بنت كريم يا رب، وفي السماء يشكوكم وما توعدون. مبروك يا اخبار. مبروك. اروح افرح فيروز. مبروك يا مريم. انا عندي ليكي خبر بمليون جنيه. قومي بقى بلاش دلع. يلا، مريم محتاجاكي. مريم حامل.
مش عارفة، أنا خايفة ومش عارفة أفكر، حاسة إن حياتي كلها بتنهار عشان لحظة عشتها. نفسي كل ده يطلع حلو وأفوق منه. ده مش حلم، ده كابوس. مفيش غير حل واحد، اللي في بطني ده يبقى ابن عزت. تقول ايه؟ مستحيل، انا مش موافق. ابني مش هيتكتب باسم حد تاني. ما احنا كنا هننزله فوق يا عمر. تعرف انت جوز مين؟ انت جوز بنتي مريم. مش بنتك يا فيروز. مريم بنتي يا عمر. اوعى تفتكر لما هتقول كده هتهون عليا او هتريح ضميرك، ولا يمكن ساعتها ما نبقاش عملنا المصيبه اللي عملناها. ابني مش هيتكتب باسم عزت يا فيروز. قلت لك فوق يا عمر، مفيش حل تاني. مش عايزك تثق في حد خالص ايا كان اسمه. نعم انا خلاص اتعلمت، ما بقتش بثق في اي حد في الدنيا دي غيرك انت وفيروز. انا بس يا حبيبتي، انا ابوك، ما تثقيش في حد غيري ولا فيروز. فيروز حامل، اللي في بطنها ده مش ابني، وانا ما عندي استعداد اورث حد مش من سني. لا اكيد اكيد، لا اكيد في حاجه غلط، يعني اكيد انت مش فاهم او انت فاهم غلط في حاجه. اكيد لو انت قعدت اتكلمت معاها، اكيد انت ما اتكلمتش معاها، انا هكلمها. ما اكيد انت فاهم حاجه غلط، ماما مستحيل تعمل كده. عندك حق، مامتك لا يمكن تعمل كده، بس فيروز تعمل.